مرحبا بكم أعزائي التلاميذ مرة أخرى ضمن كراسة الرياضيات لكي نقوم بتصحيح ما طلب منكم أمس في درس المنشور القائمة الهرم. إذن لا بيغاميد إلي بخيزم دوات. سبق وأن تعرفنا على مجموعة من المجسمات ومجموعة من المضلعات، وتعرفنا على المنشور القائم الهرم في التمرين رقم 1، وتعرفنا على أن هذه المنشورات تحتوي على رؤوس وعلى أحرف وعلى قاعدة وعلى ارتفاع وعلى أوجه جانبية. إذن الهرم لا بيغاميد، المنشور القائم لبخيزم دوا، الوجه الجانبي لا فاس لاتيرال، القاعدة لا باز، النشر لو باترون. إذن سبق وأن طلبت منكم إنجاز التمرين رقم 5 و8، لكن حبذا لو نقوم بإنجاز 5, 6, 8 أو 7 ولماذا إذا كان الوقت يسمح لذلك. إذن ضع السبابة على السؤال رقم 5 ودائما أمسك قلما أخضر لكي نقوم بتصحيح ما طلب منا. إذن أحد الأحجار الكريمة للسيدة أمينة على شكل هرم له 6 أوجه. إذن الهرم هناك مجموعة من الأهرامات تختلف من هرم إلى آخر. هناك هرم له 3 أوجه فقاعدته مثلثة، وهرم له قاعدة مربعة له 4 أوجه، وهرم خماسي القاعدة له 5 أوجه. وهنا هذه الأحجار الكريمة على شكل هرم له 6 أوجه. إذن طلب منا كم عدد الوجوه التي هي على شكل مثلث؟ إذن شكل مثلث هنا كم سيكون عدد الوجوه؟ ستكون 5. إذن هذا شكل الأحجار الكريمة. إذن كيف تكون شكل القاعدة؟ إذا كان شكل أوجه خماسي أو له 5 أوجه فالقاعدة ستكون خماسية. خماسية اكتب معايا، نعم خماسية، جيد. إذا ننتقل إلى السؤال باء، إذا للسؤال رقم 6 عفوا، لم يطلب منكم هذا التمرين لكن حبذا لو نقوم بإن جازي. إذن ألاحظ المجسمات التالية ثم أضع علامة إكس تحت كل هرم وعلامة أو تحت كل منشور. إذن هل هذا هرم؟ لا، هذا خطأ، هذا مخروط، اسمه مخروط. إذن هل هذا هرم؟ إذن هذا اسمه منشور. إذن سنضع له علامة أو. إذن هل هذا هرم أو منشور؟ إذن هذا منشور، سنضع له علامة أو. نعم، إذن هذا هرم له 3 أوجه فقاعدته ثلاثية. إذن سنقوم بوضع علامة إكس. إذن متوازي المستطيلات، هل هذا منشور أم هذا هرم؟ إذن هذا منشور، نعم له نشر دو باترون. إذن ننتقل إلى السؤال رقم 7، من بين النشور التالية أحدد نشر الهرم، كم عدد الأحرف لديه؟ عندما نقول الأحرف، إذن هذه المضغوطة باللون الأحمر هي الأحرف. إذا قمنا بجمع أو سنقوم باختيار أحد الأهرامات ثم نقوم بحساب عدد أحرفه، إذا لاحظنا أن الشكل السي هذا الرسم غير متطابق مع هذا الرأس، بمعنى أن إذا قمنا بجمع الرؤوس ستكون غير متساوية. إذن سنختار هذا الرسم، مثلا هذا الرسم البي، ثم نقوم بحساب عدد أحرفه، سوف نحصل على 8. نعم سنحصل على 8. إذن ألاحظوا المجسم جانبه وأكمل الجدول. إذن لدينا هنا هذا المجسم المنشور القائم، إذن اسمه ما هو؟ منشور قائم. نعم سنكتب اسمه منشور، نعم منشور قائم.
نعم جيد. إذن الأسرة، الأسرة ينتمي للمجسمات المنظمة، أكتب هنا المجسمات، هم المجسمات المنظمة. المجسمات المنظمة، نعم اكتب معي وصحح. إذن هنا ننتقل إلى السؤال أو عدد الأوجه في السؤال رقم 8. إذن عدد الأوجه 5، إذا قمنا بحساب 1 2 3 4 ومن الوراء 5. عدد الرؤوس 6، إذن 1 2 3 4 5 و6. إذن شكل الوجه، هذا الوجه إذن هو شكل على شكل مستطيل. إذا جيدوا بهذا نكون قد أتممنا تصحيح التمارين التي طلبت منكم. إذا وسنلتقي إن شاء الله في درس آخر، ألا وهو درس حساب ومساحة المربع والمستطيل، كالكولي لا سيرفاس دو كاري اي تريانجل. إذا دمتم في رعاية الله وإلى الغد إن شاء الله، إلى اللقاء.